من يوم 12 نوفمبر 2007 برامج ملهاش عدد شفتوها على شاشة سي تي في، ومهما حاولنا مش ممكن هنعرف نتكلم عن كل البرامج اللي تابعتوها طول السنين دي، لكن هناخدكم في جولة سريعة مع مجموعة صغيرة من برامجنا اللي مش ممكن تتنسي. من 9 ل 11 صباحاً بنبقى معاكم على الهوى، بنتأمل مع بعض في آيات من الكتاب المقدس، وبنعرف الأخبار، ونتكلم في موضوعات كتير تهمكم في برنامج صباح النور. صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور، صباحكم ابتسامة، صباحكم رزق وعافية وراحة بال. وعلى مدار سنين كنا معاكم في تغطيات حية لأحداث مختلفة ومناقشات لموضوعات كتير. المسلمين اللي واقفين جنبوكم، المسلمين اللي واقفين بره قدام الكنيسة وبيهتفوا باسم الكنيسة وباسم الصليب، هم دول المسلمين اللي انت تعرفوه. عملية مخططة بمنتهى القوة، وما يعملهاش غير مجرمين. ومن النهاردة هنكون معاكم من جديد من 9 ل 11 مساء كل يوم من السبت للأربع في برنامج في النور. وفي نبض الكرازة بنعرف كل أسبوع أخبار الكنيسة وحصاد لأهم ما شهدته الكنيسة القبطية داخل مصر وخارجها من أحداث هذا الأسبوع، وبتاخدكم كاميرتنا في متابعة لأهم الأحداث الكنسية القبطية الأرثوذكسية في مصر وكل أنحاء الكرازة. ومع نيافة الحبر الجليل الأنبا رفائيل بنلاقي إجابات لأسئلة بتشغل بالنا عن عقيدتنا الأرثوذكسية في برنامج بستان العقيدة. زي ما مشيئتك ماشية في السماء ياريتها تمشي في الأرض. في برنامج منهج حياة نيافة الحبر الجليل الأنبا يؤنس بيعلمنا إزاي نكون رحماء. كونوا رحماء كما أن أباكم أيضا رحيم. وإيه هي بركات العطاء؟ وبيحكي لنا أتسابونا يوحنا باقي كل مرة قصة جديدة عن تدبير الله في حياة البشر. مش حسيبك يا رب، مش حسيبك، لازم ترجعه. في برنامج تدبيرك في العقول. أما برنامج فتشوا الكتب فبيقدم لينا فيه أتسابونا داود لمعي كل مرة دراسة عميقة في آيات وشخصيات ووصايا الكتاب المقدس. وعد الحياة الأبدية ده يعني ثابت جداً ولا يمكن يتغير. وببساطة في 5 دقايق خطوة جديدة في حياتنا الروحية بيمشيها معانا كل يوم أتسابونا بولس جورج. ده كمال الوصية، المحبة لا تطلب بنفسها، إن واحد فدى واحد بحياته. أما القطمارس اليومي فبنقدمه لكم مع شرح وتأمل في قراءات اليوم في برنامج قراءات يومية. خدمة بنقدمها من سنين ومشاركة لأعضاء جسد المسيح المتألمين والكل الذين ليس لهم أحد يذكرهم في برنامج أين أنت؟ وفي كل تفاصيل حياتنا وخدمتنا بنركز على وجود ربنا ودعمه لينا. فالإنسان بدل ما يرجع لربنا، بدل ما يتوب، بدل ما يعترف بخطيته، بدل ما يطلب رحمته، الإنسان نفسه شعر وكأن ربنا رفضه فاختبأ. في برنامج ربنا موجود. وعشان نجاوب على أسئلتكم الطبية بيكون معانا أطباء في تخصصات مختلفة بيقدموا لكم نصايح وحلول لمشكلات كتير، وتكون بتلمس حقيقة بيوت كتير أو أسر كتير ممكن يكونوا بيتفرجوا علينا النهاردة من خلال برنامج صحتك. الشباب هم المستقبل، بنناقش كل الموضوعات اللي تهمهم في حياتهم العملية والمجالات اللي بينجحوا ويتميزوا فيها وكمان المواهب المميزة في برنامج شباب حكاية. بالتأكيد كل اختراع أو كل ابتكار هو لخدمة الإنسانية. وفي برنامج من يجدها بنهتم بالموضوعات اللي بتهم المرأة في كل مراحل حياتها وبنتابع نجاحاتها في مختلف المجالات. دايماً بنكون حريصين إن احنا نقدم نماذج من الستات المصريات الجدعة. إزاي تكون رحلة حياتنا الأسرية إيجابية؟ وإزاي نحل ونتجنب المشاكل الزوجية؟ يعني إيه ابن أصول؟ وإيه المواصفات اللي لازم تكون في ابن الأصول أو بنت الأصول؟ ده اللي بنعرفه في برنامج بيت على الصخر.
وفي النص المليان كاميراتنا بترصد إنجازات الدولة المصرية ومشروعاتها التنموية وأهم قصص النجاح في بلدنا الحبيبة مصر. وهنفضل في مصر أم الدنيا كل يوم ندور على النص المليان لأنه بقى كتير وبقى موجود وبقى حوالينا. ربنا خلقنا مختلفين وده سر تميزنا، لكن إزاي نتعامل مع الاختلافات الموجودة بينا وإزاي ننجح مهما كانت الظروف؟ والإجابات هتكون من الواقع من خلال برنامج إنسان. فعلاً ربنا يديكوا الصحة وتتعبوا من أجل الولاد الحلوة دي. وفي الأرشيف برامج ملهاش عدد، في كنوز لا تفنى، بيعلمنا مثلث الطوبة والرحمات قداسة البابا شنودة التالت مبادئ عقيدتنا وحياتنا الروحية. بتعترف على الله في سمع الكاهن وبتأخذ الحلم من الله من فم الكاهن. موضوعات شبابية كتير ناقشها بمحبة أب نيافة الحبر الجليل الأنبا موسى في برنامج شباب على طول. أهمية أن أنا أبقى مسؤول أن دي وزنة وتكليف إلهي. رحلات كتير أخدتكم فيها كاميرتنا لكنايس وأديرة صمدة رغم مرور الزمن وشهد على التاريخ. والدير ده يعتبر أول دير موجود في التاريخ اللي هو دير الأنبا أنطونيوس. في برنامج جولة قبطية أخدناكم معانا في بلاد كتير عشان نشوف كنيستنا في كل مكان في العالم. الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دخلت كل مكان. في برنامج الكنيسة على الخريطة. الكنيسة على الخريطة نور للعالم. برامج كتير قدمناها للأطفال خصوصاً في فترة عيد الميلاد. ازيكم يا اولاد؟ كل سنة وانتم طيبين. حواديت وألعاب ومواهب ومسابقات. نايين جابوا مظبوطة. في برنامج بابا نويل على الهواء. كمان أطفالنا اتعلموا اللغة القبطية والتسبحة والألحان. في برنامج هوس إيروف. وعشنا أحداث الميلاد كل سنة مع برامج مختلفة، فكرنا في الشخصيات المرتبطة بقصة الميلاد وكأننا معاهم في كل خطوة. أي مشكلة تواجهكم الجأوا للكتاب المقدس. في برنامج هتقول لهم إيه؟ أحداث وشخصيات ومشاهد مختلفة اتجمعت في وقت ميلاد المخلص. ربنا بيعمل كل حاجة صح في الوقت الصح. واتكلمنا عنها في برنامج ملء الزمان. وفي الأسبوع المقدس كنت معانا في القدس في مراحل المحاكمة والصلب وفي كل مكان شاهد على أعظم قصة حب في التاريخ. ربنا دايماً بيدور على الداخل ونفسه إننا نشتغل على نفسنا من جوه. في برنامج طريق الفداء أمنا العذراء سفيرة السماء شفيعتنا كلنا، أخدناكم في رحلة الكنايس وأديرة على اسمها في كل حتة في مصر وفي دول أوروبية كتير وفي أماكن مختلفة في لبنان.
أبائنا الرسل اللي كرزوا بالإيمان تابعنا سير حياتهم وتعلمنا كتير من فضائلهم في برنامج من جيل لجيل. وزي ما قلنا في البداية دي مجرد أمثلة، لأن الوقت ما يكفيش عشان نتكلم عن كل البرامج اللي قدمناها لكم، ولسه عندنا أفكار وخطط لبرامج كتير هتشوفوها على شاشة سي تي في.